تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان إذا ما كنتم، أهلا ومرحبا بكم هذه المرة في حلقة جديدة من برنامج ليالي الخرطوم. نسعد جدا نلتقيكم من داخل منتدى راشد دياب ونشأة تدشين ديوان مكسوب نصين للشاعر المعروف والكبير جدا الأستاذ عبد العجيب. أهلا ومرحبا بكم.
السودان يا جماعة. طيب يا جماعة، الفنون ضرب من ضروب الإعلام. طيب نفترض كده، نجي نشوف الإعلام اللي بيذبنا للأسف، يعني أكثر دراما حاليا إيقاعها عالي على الساحة الدراما التركية، لكن المشكلة طرحهم بعيد عن أخلاقياتنا وعن حاجاتنا، قصص علاقات محرمة كيف كيفه، تفاصيل غريبة. لكن الكوميديا وين هنا؟ لما تلاحظ لأنه حركة الترجمة عكس الفم تلقى شغال لك نور، أنا قلت لك بدي زوجك لك مهند، لشو ما حولت لي رصيد ب2000 جنيه؟ المشهد الحزين، تجي الغنية نازلة
أكثر ناس خيالهم واسع منه يا جماعة الهنود. بداية الفيلم الهندي نا هي زندگی بھر تم دمار زنجبار مگوار کا ہے نا هي دمار زنجبار مگوار اے اے بابو می تم سے بے گٹا ہو بابا چل رڈ رڈ میں گٹا ہے بابا می ٹون ڈائی رڈ رڈ نا گمر گو کش 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 البطلة راجا راجا بيكون سمع لو هو في مصر بيكون سمع ما فيلم هندي ميرتا معلش ساعدونا بانه تخيلوا انه في شعر ناي توم سيدا مارزن جبار مكوار تعال كر گیا دي رجالتك دارفور حجاب كهي لكن مرقوا ميرتا عارض كهي تخارج كهي اي راجا تربانا غرزة كهي تربانا غرزة كهي ضيا مرغاني كهي حفلة كهي حفلة كهي البيت طبعا الاهادي كلمات عبد عجيب شكرا لك نتنازل لهم هول جريدا كچ مچ بل كده دوم سي مچ مچ بل كده اها مچ مچ بل فاصل اعلاني فاصل اعلاني يا اخوان لكن نجي نشوف نحن حاجاتنا برضه تقعد بفرغ الصبر تستنى الدراما تبدا والتلفزيون عشان يعني تستمتع تلقى التمثيل يعني بعضه خلينا نقول بعضه تلقى عامل يا عباس انا ما قتلته انا ما قتلته يا عباس انا ما قتلته بريده براها ترتاح روحي كل مطرها ست الجبال ست البيت بريده براها ترتاح روحي كل مطرها ست الجبال
عجيب يعني. الشيخ خلاه مشى لقدام انا والزول شجعته يعني. مما جاب لي والقصيده قلت له يا اخي انت والله ما ساهل وشيك طريقك. فانا بتمنى له والله كل التوفيق، وبتمنى انه الجرف ده يكون فيه 100 شاعر ماله. فشكرا جزيلا، وانا ما عرفت انا اقول شنو يعني. ما خلاص عبد العجيب ده بقى شاعر وعنده دواوين وبرندات حاجات من الغبيل ده، ربنا يوفقه. و انت زي داري اقول حاجه كده. فقلت مشيت اصطاد بقيت الصيد، مشيت اصطاد بقيت الصيد، وجيت بدر بغير حاجه. يا ريت يا حب لا كان سووك ولا حاجه. اخيرا الباقي في حاله لا بعيد لا شب لا حبا، يعاين فوق وجاي على الناس يشوف الما حصد حبا. خلاص يا حب بقيت منساب، يباري دروبنا ما بتنساب. ده كل ما قلنا نسد الباب نشوف ارواحنا محتاجه، ويا ريت يا حب لا كان سووك ولا حاجه. غريبه السيره دي ما تجيب كلام عن المحلق وغيس، غريبه السيره دي ما تجيب كلام عن المحلق وغيس. شقاه الزارع البزرع بلاد محرومه من الغيس، ونحن القاسيه بنهابه ولينا الحقنا خاف يابا. حقيقة القسمة غلابة وتسوق في الناس المحتاجة، يا ريت يا حب لا سووك ولا حاجة. يا ريت يتبدل المضمون حب الناس يكون قوة، يا ريت يتبدل المضمون حب الناس يكون قوة. نقابل الطيبة بالطيبة وكل كلامنا من جوا، ويبقى الخاطر الطيب والإحساس يكون طيب، ويصبح قلبنا الطيب لا مجبور ولا حاجة. ويا ريت يا حب لا كان سووك ولا حاجة. قال يا بحر حلتنا في رمالك ذكرى، لا بتشيل الموجة ولا بتفارق الفكرة. عندي شوق العنين واللهل والطيبة، والجرف واللوبة وباقي ذكرى حبيبة. غشة الصفصافة القايمة عاملة زريبة، قد طول مغطي القيفة فوق روعة عجيبة. كان زمان الدلة لما كنا صغار، ومن فريع لفريع نقطع الأسمار. كان بحر نعوم وناس صغار وكبار، وفينا طيبة الغرية ما في كان أسرار. يا سواقي بلدنا وين صوتك ماله، وين صبيك الراكب وغنى باسم حاله. وين غسيل النيل وشر هدوم في رماله، وين ماضي الحلة وين مين الشالو. وين صوت الساقي اللي كان بشق الليل، وين نخيل الرامي الظلال في النيل. وين وين دفيق اللي كنا منه نشيل، وين جداول الموية الجارية زي السيل. يا بحر حلتنا في رمالك ذكرى، لا بتشيل الموجة ولا بتفارق الفكرة. وبس آخر حاجة وننزل. من طرف الحبيب كويسة ولا حاجة تانية؟ أيوة غريبة الغنية دي كلكم بتريدوها إلا مرتي ما بتريدها كلكم. المداوة أول ما تسمعها طوالي بتقول لا يا بيت أقف له الغنية دي، والله الغنية دي ثقيلة خلاص أنا ما بريدها. داخل في راسها ده أنا سويتها في واحدة كده هي ما بتحبها. يوم تجي الداخل قالت لي أسا في التلفزيون الولد يغني في أغنيتك المطلوقة زي ستة هذيك. فنقرأ لكم كلها ويلا نحن ورانا إيه. من طرف الحبيب جات أغرب رسائل، من طرف الحبيب جات أغرب رسائل، يحكي عتابه فيها وقال ناس إنه قايل. يا ما قال حكاوي ما خطرت ببالي، وقال في كل كلمة إني جفيت سالي. وأنا في كل لحظة لو تعلم بحالي ما أنا أسيك والله، وذكراك شاغلة بالي. الشواكيش ظهرت. يا ما قال حكاوي ما خطرت ببالي، وقال في كل كلمة إني جفيت سالي. وأنا في كل لحظة لو تعلم بحالي ما أنا أسيك والله، وذكراك شاغلة بالي. أنا لو أنساك أنت أكون غدار وخنتة،
اسال عني غيري واحكم في مصيري. يا ما تشوف دلائل، يا ما قال كلام ما لا يدخل به، يا ما قال كلام ما لا يدخل به، اني بروح لغيره وبهو وبصطفيه. ان شاء الله حياتي تفنى لو فكرت فيه، لا لو الف لا لدى حبك عشت به، بدل اشواق ومحنة ترسل لي مظنة، كلام يجرح شعوري وما يريح ضميري، من زول عنه سائل. لو تعرف حكايتي كان لعذري تقبل، لو تعرف حكايتي كان لعذري تقبل، اصل ظروفك اسيا المنع اخطابي يوصل، شايل في ضميرك كلام ما ممكن يحصل، ومهما تشيل في بالك اني هويت بذلك، الايام توريك انه فاضي راعيك، وليك احساسي مايل من طرف الحبيب جات اغرب رسائل.
جدا مشاهدينا الكرام نكون معنا في هذه المساحه الفنان المصري المعروف ضياء المرغني. مرحبا بك استاذ ضياء، وانت تحضر للسودان في اول مره. عاوزين نعرف علاقتك بالفنانين السودانيين والادباء والمثقفين والشعراء والتعاون ما بينك وبين الاستاذ عبد العجيب. والله الاستاذ عبد العجيب انا تعرفت عليه ان هو كلمني وقال لي هل ممكن، كنا بنعمل برنامج في رمضان ملح وملاح، وتعرفت بس على قناتهم درمان. ايوه سنتين جاني وانا كنت سعيد بيه وبتاع، ونشأ بعد كده صداقه بينه وبينه، اتأدت الى ان احنا بنفكر ان احنا نعمل عمل مصري سوداني سيت كوم كوميدي ان شاء الله اسمه ورد النيل. هنشوف فيه المشاكل والحاجات والعلاقات والعرف والتقاليد والاكلات والحاجات من خلال اسرتين، اسره سودانية وأسرة مصرية. وأنا أعتقد أن ده هيبقى رسالة جميلة جدا للشعب السوداني والشعب المصري، قد إيه إحنا قريبين من بعض وقد إيه إحنا بعيدنا عن بعض، لكن إن شاء الله بجهدنا وجهد الفن وجهد الثقافة ووعي الناس وإحنا هيلتئم الشمل ونهر النيل واحد، إن كان رأسه في حتة فرجليه في الحتة التانية، فؤان يروح في داهية لو كان سيب التحتاني.
نحتفل ونحتفي بتدشين ديوان الشاعر عبد الله حسن بابكر بركات عجيب الشهير بعبد عجيب وديوانه مقسوم نصين، وهو فعلا مقسوم نصين يعني. الناقد الفرنسي رولان بارت يتكلم عن نظرية بيسميها موت المؤلف، وبيتكلم في فلسفته عن إنه نحن مفروض نحاكم النص بعيدا عن كاتب النص. واحتفاظنا له بحرية رأيه ده، لكن أنا حيتجرأ وخالفه، لأنه نحن عندنا كل إناء بما فيه ينضح. وعبد عجيب يعني أنا إذا مسكت نص واحد بس من نصوصه بتلقى عبد عجيب حائم برجلينه جوا النص ده يعني، بشحمه ولحمه وفكره وغيره. والنص اللي أنا قاصده واللي ممكن يكون من أشهر نصوصه اللي هو نص دنيا، الدنيا لما تحب تعاكس. ففي النص ده أنا بقول إنه هو شيء أخونا عبد عجيب، على الرغم من إنه أنا كلامي فيه أو شهادتي فيه مجروحة، لكن عبد عجيب يبدو إنه تربية حبوبات بجانب تاني هو أصلا من أسرة فنية معروفة يعني، وشبة وكان قدر ولده الهسي حايم ده حمودي على جلسات فنية داخل البيت. فدي من شأنها إنه هو من طفل نضجت زي ما بقولوا النقاط، خلونا نلبس ثوب شوية، أذن الموسيقية. فبعد ذاك مسك القلم وكتب يعني، كتب كل أي نص من نصوص عبد عجيب تمسكه بتلقاه مليان بحكم وأمثال وأغوال مأثورة، إضافة لتزيينه باقتباسات من القرآن ومن السنة. وهو أصلا زي كثير أو زي غالب السودانيين بدأ حياته التعليمية بأنه حوار أو حوار في خلوة. يلا نحلم بالبساطة، نميد رجولنا على اللحاف بالضبط كده تتمثل فيه تماما. يعني نحن إذا حاكمنا النص بعيدا عن شخص عن كاتبه بنبقى زي بعد ذاك ممكن أي كاتب يجي يتكلم لنا عن قيم هو أصلا ما بيحملها، ونحن نقرب نجي نتكلم عن النص ونخلي سيده. فطالما إنه الكاتب النص يتمثل القيم اللي هو بينادي بها واللي هو بيدعو لها، يبقى ما في معنى لأنه نفصل النص عن كاتب النص وعن البيئة اللي اتكتب فيها النص وعن 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 وعن. البساطة تتمثل فيه تماما، مادي رجلينه على قدر لحافه تماما، زول مجازف تماما، بدليل إنه لأول مرة في تاريخ السودان، ودي مسألة عجزت عنها المؤسسات الرسمية والشعبية بإنه يشرف هذا اللقاء فنان في قامة ضياء المرغني. بيمشي قدام للنص بدينا مثل تاني، الما بخاف من الله سيده حق منه الناس تخاف. ودي حقيقة يعني، ما بيخاف من ما بيخاف الله خافه يعني، إذا كان هو ما خاف من الله فيبقى من باب أولى إنك تحترس وتحترز منه. يمشي قدام شوية يقول لنا الشجر البلاء أوراق كيفين ترجع منه الظل.
اتنين دايشين في مركب واحد شاد شراعه معاكس الريح. بالصح دايشين في نعمة كبيرة من الخالق برحمة جد في الكون عايشين. لاقانا مغامك وأمنا الخطوة الجاية معاك لوين شان يمكن باكر تلحقنا وطراعي العشرة ليها سنين أو يمكن ساكت تسألنا بلهفة تقول بشوق وحنين طولت غيابك شاغل البال قاعدين راجينك منتظرين الشوفة البن الونسة معاك واللمة بتحلم على الحلوين مرات بتراوغ بالجواك والجوا الروح بان في العينين في الآخر توقيع سلامي وحياتك بالجد مشتاقين وبالصح دايشين بس ما اتنين واحد لكن مقسوم نصين واحد لكن مقسوم نصين. ما قدرت في عينيك عاين خفت بس من نظر أضعف وإنت ما تفهم مشاعري أو تحين في حالي طرف إنت جيت في لحظة عابر فجأة قلبت الموازين خليتني أسترجع وعاين في طريق ممدود سنين كيف بقي جافي وبعيد تطراني بين الحين وحين أصلي عارف سر غيابك ولسه باقي عليه وأمين قدري ما خبي المشاعر في عيون الشوق بين وانت بالساسق تعاين وأصل ما داير تلين لما تدعاد المشاهد كنت بشعر بالحنين بس لأنه البيني بينك عارف رب العالمين وما قدرت في عينيك عاين خفت بس من نظر أضعف وانت ما تفهم مشاعري أو تحين في حال طرف طيب الحبش يا أخواننا نحن الليلة هنا قاعدين في عارفين الحتة دي طبعا الحبش حبش عايز يقول لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين قال دخلت يدك في الحفرة دربك الدبيب تدخل بكرة يدربك ثاني والله العظيم بعدين مش اشترى شريط لي محمد وردي شغل الشريط الشريط شغال عشانك بكت للريح الشريط أكل جوا المسجل نزل يده عادي يصلح الشريط ضربته كهرباء طقا قال واي وردي عداني والله العظيم أيام 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 أحداث مصر مصر المؤمنة إن شاء الله دائما آمنة قمت تخيلته خيال كوميدي لأنه لو لاحظنا كان في فنانين مع المظاهرات وفي فنانين ما مع المظاهرات فالكوميديا كده قمت تكلمت عنها قلت شنو اتخيلت مذيع قناة الجزيرة بيستقبل اتصالات مرحبا بكم نحن الآن هنا لنعرف ما هي تداعيات الأمور هنالك في ميدان التحرير معنا الآن اتصال من الأستاذ محمد منير ما هو رأيك؟ قال سو يسو حسني حبسو سو يا سو حسني حبسو حسني عايز يقعد الشعبي مش عايز يقعد واللي عايز يقعد حبسو حبسو معنا الآن اتصال آخر من الأستاذ ضياء المرغني تفضل الموضوع ليه أبعاد كبيرة قوي احنا عايزين نوطد العلاقات ما بيننا كأبناء النيل تحيا تحيا العلاقات ما بين الشعبين العظيمين مشكرة يا أستاذ عبد العجيب ناخد تلفون الآن معنا على الهواء مباشرة الأستاذ والداعية عمرو خالد السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب يا جدعان يعني بيفكر في حاجات كده هوت ازاي يدمر نفسه ازاي يتلهي بحاجات بفتن فتن بتيجي من
الجمع الكريم تفضل الكلمة ابتسامة بها بتضل الغمامة غمامة للناس التعاب القاس في دنيا الملامة. سعداء والله كل السعادة أنه في معيتكم الليلة هنا كلنا مع الأستاذ الشاعر الجميل عبدو عجيب، وبصفتي رئيس لمبادرة ينابيع الحياة اللي هي قائمة بتوطيد العلاقات الثقافية ما بين البلدين، وقدمت المبادرة العديد من المشاريع. والله نتشرف يا أستاذ عبد العجيب أنه أنت تكون الأمين العام لمبادرتنا، لنا عظيم الشرف والله. والله نحن الليلة قدام فرحتين، الفرحة الأولى يا أخواننا مع عبد العجيب، الفرحة الأولى أخواننا وحبايبنا من مصر الشقيقة الليلة هم معنا، والفرحة الثانية عبد العجيب. عبد العجيب يعني الجروف، يعني الطين الحلوة، الناس الحنينين اللي بيشبهونه وبنشبهون الغبش، سمح. عشان كده في ناس زمان بيقولوا عبد العجيب يا اخواننا غناه كله بيذكر الموت كده، نمشي نشوف غنى عبد العجيب في اللقطه جايه شنو. ليك زمن عايش براك ماشي في سيك السراب، ليك زمن عايش براك ماشي في سيك السراب، من عين غاب
اخركم ترى Let's go, man.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعداء جدا ان يكون معنا المحتفى به والشاعر المعروف صاحب ديوان مقسوم نصين الاستاذ عبدو عجيب. مرحبا بك استاذ عبدو، سعداء جدا ان يكون معنا في قناه ام درمان عبر برنامج ليالي الخرطوم. احساسك شنو كل الناس الليله محتفيه بك وفرحانين بك في تدشين ديوانك الالكتروني المصور مقسوم نصين؟ والله مرحبا بك يا اخي وصديقي عمار، ومرحب بكل مشاهدي قناه ام درمان الفضائيه. والله الواحد يعني ما قادر يمكن يعبر عن مدى سعادته بالحمد لله ان كون الواحد يخوض تجربه وتكلل بالنجاح، يمكن دي سعاده لا توصف. طيب استاذ عبدو، كلمني عن مقسوم نصين، سبب اختيار الاسم والقصيده ذات نفسها. والله يمكن مقسوم نصين قصيده داخل ديوان الكتروني يعني بيتالف من عدد 13 مص شعري مصور، يعني صورة وصوت فيديو كليب، عبارة عن فيديو. فيمكن مقسوم نصين يعني من القصائد المحببة لي جدا لنفسي، رغم انه يعني كتبت في المراحل الأخيرة، فلقيت نفسي يعني برديد. الحاجة الثانية انه الاسم يعني اسم غريب شوية ولافت للنظر، ويمكن بالتشاور مع مجموعة من الشباب. أنا ما قاعد أعمل حاجاتي براي، يعني قاعد أشاور أخواننا اللي كانوا معانا في التجربة دي، أخونا ثروت يونس والشاب المصور الجميل
واخونا وعمنا قاسم مساعد ولؤي محترم. طيب عبدو كلمنا، طالما تكلمنا عن الديوان المصور كلمنا عن اختيارك للفكره بتاعت تدشين ديوانك عن طريق فيديو كليب للديوان، اختيار الفكره من ذاتها واختيار هذا الشكل من التقديم. طيب نحن نتفق على حاجات، انه يمكن الفتره السنوات الاخيره دي كلها الناس عزفت تماما على القرايه، يعني ما في زول بيمشي المكتبه عشان يشتري لي ديوان مصور، بالرغم انه انا عندي ديوان يمكن 2003 بعنوان صدى الذكرى. الحاجه الثانيه يمكن العالم بقى عباره عن قريه صغيره، وسائل التواصل الاجتماعي المتوفر، النت والفيس والواتس والاشياء دي كلها يمكن خلت الصوره والصوت تصل سريع جدا. يمكن السبب الثالث الشعر لما يتقري او يتسمع الواقع بيكون مؤثر اكثر، بيكون مؤثر وبيجي صح. يعني هسه في ناس ممكن تقرا الحاجه غلط يعني او تقوم تمشيها، لكن لما تسمعها يعني يعني وقعها بيكون قريب للنفس. الحاجه الاهم من كده يعني حصلت في السنين الاخيره دي مشاكل كثيره بتاعت ملكيه فكريه، والله دي قصيده فلان سطع عليها فلان قصر كده. لما الزول يشوف القصيده صوره وصوت بيعرف من خلال احساسه من خلال النفس انه دي بتاعت مين، وبيثبت الحياه وبترسخها. الحاجه الاهم وده من يعني احنا عندنا مبدعين كتار جدا وشعراء يعني رحلوا عن دنيانا وما عندهم اي ارث موثق، فتجربه مقسوم نصين ان شاء الله انا ابتدرت بها انا وحتنتشر ان شاء الله لكل الشعراء والادباء والكتاب. طيب نحن تلفزيونيا يعني بنعرف انه الانتاج التلفزيوني مكلف، كيف قدرت انك تتخطى عقبات الانتاج وعقبات التصوير وعقبات المونتاج وتصور هذا العمل طلع بشكل رائع وجميل؟ والله يمكن انا لو تكلمت معك حتى التكلفه بغض النظر عن انه انا يمكن التجربه دي ما كلفتني ولا شيء بحكم انه انا اعلامي، كنا عبر مبادرتنا بالحياه وبروفايل الانتاج الفني ومجموعه من الحاجات الكثيره يمكن انا خدمتني، لكن لو اخذناها بكل المقاييس بنلقاها تكلفه اقل كثير جدا من لا 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 من الطبع. يعني قدرت توظف علاقاتك الاعلاميه في انتاج هذا الالبوم؟ نعم، خلاف كده يعني احنا لو جينا عملنا مقارنه بين الطباعه وبين العمل المصور بنلقى والله اقل تكلفه العمل المصور حتى بالنسبه للطباعه. استاذ عبدو احنا في الختام كده عاوزينك تقرا لنا جزء من مقسوم نصين، تورينا مقسوم نصين ليه؟ يعني النص الثاني ماشي وين والثاني وين؟ والله هم نصين في حاجه واحده، اثنين دايشين في مركب واحد شد شراعه معكس الريح وبصيح دايشين في نعمة كبيرة من الخالق برحمة جد في الكون عايشين، شقينا طريقنا توكلنا لوين ماشين جد ما عارفين، لاقانا مغامك وأمننا الخطوة الجاية معك لوين شان يمكن باكر تلحقنا وطراعي العشرة ليها سنين ويمكن ساكت تسألنا بلهفة تقول بشوق وحنين طولت غيابك شاغل البال قاعدين راجينك ومنتظرين ما شفت وراك كيف كان الحال وكنا وحاتك محتاجين الشوفة البن الونسة معاك واللمة بتحلم على الحلوين مرات بترابغ بالجواك والجوة الروح بان في العينين في الآخر توقيع سلامي وحياتك بالجد مشتاقين وبالصيح دايشين بس ما اثنين واحد لكن مقسوم نصين. شكرا لك جزيلا استاذ عبدو عجيب ونهنيك على هذا الابداع وعلى هذا الجمال الشعر الذي قدمته. اشكرك انا كمان كثير صاحب الالغ الجميل اخونا عمار وشكرا لكل اللي بيشاهدونا. Yeah.
ابدا ما بلومك نشوف وسوي ابدا ما بلومك عشان من قلبي قلتك انا كنت بشيل همومك نشوف وسوي
ما بلومك بشوف وسوي أبدا ما بلومك عشان بقلبي دردك أنا كنت بشيلومك بكده نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج ليلة الخرطوم. كنا معكم من داخل منتدى راشد دياب وشهدنا تدشين ديوان الأستاذ الشاعر عبدو عجيب مكسوم نصين. حتى نلتقي مرة أخرى في أمان الله. سهران دمعي ساكب ولا بهوى الكواكب سهران.